السلام عليكم. اليوم جينا لكم شقة فيها 3 البيوت وصالون وبالكونات. الشقة فيها 74 متر. هنا الدخلة كنلقاو الحمام، هذا الحمام. شقة كبيرة بالنسبة لك، يحتاج 3 الغرف، حمام سيباري. وهنا كنخرجو كاين هاد الصالون، صالون مشمس وحتى الصباغة، راه صباغة خيال. بالنسبة للشقة كتواجد في الطابق الثالث، هادي أنفاس معنا الكوزينة، واحد الكولوار كبير هنا على اليمين ديالنا. هاد الباب الاول، كاين الغرفه الاولى هي مشمشه وعندها بالكون ديالها، فيها بلاكار مضويه. هذا البالكون عنده الباب ديالو، وفي الارض الزليج، راه كيف كتشوفوا الزليج مزيان. هذه البيت الثاني حتى هو مضوي، عنده صرجم حتى هو كيدخل لي الضوء الشمس. هذا الكولوار اللي كيدي الكوزينه، هذه الكوزينه راه كيف كتشوفوا الشمس ديال الصباح طلع عليها. بلاكارات ألمنيوم، طابلة ديال الخام، وزليج في الحيط، تقريبا قريب يوصل الحيط على النيفو ديال البلاكارات من الفوق. والخدمة ديال الألمنيوم كيف كتشوفوا راه نفس الخدمة اللي كيديروا الحريفية، و ألمنيوم مزيان. وحتى اللون، لون جا مديور باش يجي مع اللون ديال الزليج ديال الحيط. هذا الشامبر الثالث حتى هو، او حتى هو مضوي مزيان، عنده بالكون ديالو بالريدو الكتريك، والصباغه راه صباغه الدار كلها مصبوغه بصباغه مزيانه. وهذا الشيء كله ب 34 مليون، 3 البيوت وصالون.